مساء الخير أصدقائي الأعزاء، في هذه الحلقة سأتحدث لكم عن المنتجعات السياحية في أرمينيا. في أرمينيا توجد عدة منتجعات سياحية، منتجع جيرموك سياحي، منتجع هاشتاكار، منتجع بيست وستر، منتجع صاخكازور وغيرها من المنتجعات. سنتحدث عن المنتجعات التي تعاملنا معها واصطحبنا سواحنا إليه واستمتعوا في قضاء ليل أو ليلتان في تلك المنتجعات. وردتنا الكثير من الأسئلة وإيميلات وعبر الأس أم أس يسألون عن إمكانية قضاء ليلة أو ليلتان خارج يرمان. طبعا أكيد بالإمكان، أكيد أي سائح يزور أرمينيا ممكن أن نصطحبه إلى أحد المنتجعات، واحتمال منتجعين، تعتمد على المدة التي سيقضيها في أرمينيا. مثلا السائح اللي جاي 4-5 أيام ما أعتقد نقدر نصطحبه. الكلام عن الجروبات أو العوائل اللي تصلنا إجازتها لمدة ما لا يقل عن أسبوع على الأقل، فالأسبوع فيكون نأجر لهم سكن في يريفان في العاصمة، ونأجر لهم سكن في المنتجعات. أخو يجي أسبوعين، إلا إذا أجي أسبوعين هذا يكون طبعا بعد أفضل، يكون عنده مجال أكثر، حتى بدل أن يبقى ليلة واحدة في المنتجع يبقى ليلتين احتمال. سنعرض عليكم هذه الفيديوهات الآن ونتحدث عن إمكانية قضاء ليلة أو ليلتان أو 3 ليالي. هل تستحق على سبيل المثال أن تقضي 3 ليالي في المنتجع الفلاني أو ليلة واحدة؟ فلنشاهد الفيديوهات التالية. هذا أول منتجع عندنا اللي هو منتجع هاشتاكار على ضفاف بحيرة سيمان. طبعا هذه أفضل المنتجعات الموجودة على ضفاف بحيرة سيمان. هنا بهذا المنتجع يسوى تبقى لك ليلتين أو 3 ليال. في حالة بقائك ليلتان أو 3 ليال في منتجع هاشتاكار سنأتي يوميا ونصطحبك في جولة، بدلا أن ننطلق من يريفان لا، ستسكنون أنتم في هذا المنتجع الجميل ونصطحبكم باتجاه الشمال. في هذا المنتجع موجود مدينة مائية خاصة بالمنتجع، موجودة فيها قاعة للألعاب الرياضية، موجود فيها صالة بإمكانك أن تقضي بها نص ساعة ساعة تلعب شطرنج، تلعب بليارد، فيها بعض الألعاب الإلكترونية بها أيضا. مكان جميل جدا، هنا يستحق أن تبقى لك ليلتين 3. وإذا ردت تبقى في هذا المنتجع أكثر من ليلتان أو 3 ليال يعني راح تبقى حتى ترتاح، مجرد راح تقعد بالشاليه. للمعلومات هذا المنتجع بها أوتيل، يعني نقدر نحجز لكم بغرف بالأوتيلات، وممكن أن نحجز لكم بشاليهات أو كوتيج نسميها. الكوتيجات موجودة الكبيرة والصغيرة، موجودة كوتيج ذات غرفة نوم وصالة، موجودة غرفتان نوم وصالة، وموجودة 3 غرف نوم وصالة، الواحدة أحلى من الأخرى عن جد. هناك منتجع آخر على ضفاف بحيرة سيمان اللي هو منتجع بيست وستر، منتجع لطيف صغير. احنا في هذا المنتجع بيست وستر مو أوتيل، غرف أو شاليهات غرفتين وصالة. أيضا تقدر عائلة من 4 نفرات 5 نفرات 6 نفرات ممكن نرتب منهم، يعني غرفتين كل 2 بغرفة نحط، وموجودة الصالة معها، نقدر نخلي الاكسترا بيت
سرير إضافي وشخص آخر على القناة، يعني خمس ست أشخاص ممكن أن يقيموا بها. لكن هذا الكوتيجات ما بها مطابخ، يعني العائلة اللي تيجي تسكن ما تقدر تطبخ. موجود مطعم في المنتجع، وموجود مسبح صغير، ولها إطلالة جميلة جدا على بحيرة سيبان. خلينا نشاهد هذا الفيديو أيضا. هذا هو منتجع هنا، شوفوا هذا هو منتجع بيست ويستر على ضفاف بحيرة سيبان، فشي جميل جدا. توجد منتجعات أخرى لكن بمستويات أدنى من مستوى هذا المنتجعين اللي عرضناها عليكم. المنتجع الآخر عندنا منتجع جيرموك. منتجع جيرموك صحي ومنتجع سياحي. بإمكانك أن تبقى في جيرموك ليلة واحدة إذا جاي مثل سياحة لمدة أسبوع، تجي تأخذ لك ليلة بها كافية في منتجع جيرموك. وإذا كل شيء تريد عجبك وضع ممكن تبقى لك ليلتين بها. أما أكو يجون لأغراض العلاج في جيرموك، مثل ما قلنا منتجع سياحي ومنتجع صحي فيها المياه المعدنية. على سبيل المثال تسكن في أحد الأوتيلات في منتجع جيرموك، تريد تتعالج بالمياه المعدنية، موجود علاج بالمياه المعدنية مثل ما ذكرنا بتقاريرنا السابقة، علاج من الأمراض الحساسية، الأمراض الجلدية، أمراض المعدة، أمراض المفاصل، أمراض العظام. الله يبعدكم من شر الأمراض، لكن نوضح لكم إياه. إذا ردت تتعالج إذا الطبيب هنا الموجود أو المختصين يقول لك أنت على الأقل إرادتك تبقى لك فد أسبوع، تحجز أسبوع في منتجع جيرموك لغرض العلاج وليس لغرض السياحة. طبعا هذا ما يمنع عشان تطلع تفتر وترجع للجيرمو للمنتجع. بإمكانك منها تنطلق إلى الجنوب مثلا، توصل إلى أطول تلفريك بالعالم اللي يبعد تقريبا ساعة ونص عن منتجع جيرمو، أو ساعتين إلا ربع، ممكن تزورها تفتر وترجع تقيم في منتجع جيرمو. منتجع جيرمو فيها شلالات، خلنا نشوف شنو الاشياء الموجوده في منتجع جيرمو. موجوده فيها هنا شوفوا هذه الشلالات الموجوده، المياه الحاره موجوده في منتجع جيرمو. بامكانك ان تقوم برحله سفاري، رحله سفاري في منتجع جيرمو بامكانك ان تقوم بها. خلال رحله السفاري ستزور ينابيع المياه المعدنيه، يعني هنا في جيرمو اذا باقي ممكن تشوف المياه المعدنية، المياه الحارة، آسف، تشوف المياه الحارة. موجودة الجاليري فيها خمس أنابيع تطلع من الينابيع، لكن الينابيع ما راح تشوفها. حتى نشوف الينابيع لازم نسوي رحلة سفاري، تاخذ لك سيارة باترول أو ميتسوبيشي من هالسيارات القوية رباعية الدفع، وتطلع برحلة سفاري تستغرق حوالي 20-25 دقيقة توصل للينابيع. ينابيع المياه المعدنية هنا يسموه جاكوزي، الجاكوزي الطبيعي. بإمكانك أن تصلها من خلال رحلة السفاري مثل ما خلينا نشوف هنا بهذا الفيديو. وبإمكانك أن تنزل بالمياه المعدنية تسبح، لكن الأطباء ينصحون عدم قضاء أكثر من 10-15 دقيقة في هذه المياه. في منتجع جرموك توجد تلفريكات أيضا، التلفريك مفتوح، بإمكانك أن تستغل التلفريك وتصعد أعالي الجبل ومن فوق الجبل ترصد المنطقة وتشوف الطبيعة الحلوة. بإمكان السائح أيضا الإقامة ليلة واحدة في منطقة داتير. في منطقة داتير هناك طبعا أكواخ، الشاليهات مالهم عبارة عن أكواخ خشبية بسيطة لكن جميلة جميلة. حتى احنا بدل ما نشرح لكم اياها
نعرض لكم هذا الفيديو تشوفوا الشاليهات او الكوتيجات. موجودة انواع مختلفة من الكوتيجات، او الاكواخ الخشبية، شوفوا هذا اكواخ اسطوانية الشكل، وتوجد اكواخ ذات طابقين. يعني هذه الاكواخ بصراحة ليست من الشاليهات الفخمة، يعني مجرد تقضي لك ليلة بشكل بسيط. أكواخ داخل الغابة في منطقة دافية، طبعا بقرب هذه الأكواخ موجودة نزور احنا أثناء الإقامة فيها، نزور أطول تلفريك بالعالم، لأن أطول تلفريك بالعالم موجودة في دافية، يبعد عن يروان تقريبا طريق 5 ساعات. ولذلك نفضل أن نقيم ليلة واحدة على الأقل، على الأقل نقيم ليلة واحدة في داتيف اللي هي تقع في مقاطعة سيوميك، يسموها إحدى مقاطعات أرمينيا، في مقاطعة سيوميك. أثناء الإقامة في هذا المنتجع أو هذه الأكواخ بإمكاننا زيارة ما لا يمكننا زيارته في حالة الإقامة في يغيفان، مثلا الجسر المتأرجح. هذا الجسر المتأرجح يمكننا زيارة شلالات شاكي التي تقع في سيسيان، في منطقة سيسيان. هذه هي شلالات شاكي، ولمحبي التأريخ بإمكانهم زيارة أقدم مرصد فلكي بالتأريخ اللي عمره 8000 سنة. عندنا المنتجع الآخر اللي بإمكانكم أن تقيموا به، منتجع صخ كازور. منتجع صخ كازور معظم سواحنا بدون استثناء، يعني اللهم إذا واحد جاي بشغل مو نقول سياحة، جاي يقول لك يوم يومين أجيت وأرجع. منتجع صخ كازور بها التلفريكات الكل يعرفوها، جايين وزاريها، تصعد فوق الجبل. خلينا نشوف الفيديو. هذا هو منتجع تساركاتور. في هذا المنتجع ايضا توجد شاليهات وتوجد فنادق. الشاليهات ممكن تأجر لك شاليه ايضا غرفة وصالة، مثل ما قلنا غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة. الشاليهات في هذا المنتجع موجودة فيها كل مستلزمات العائلة. مثلا انت جاي وعائلتك 5 6 نفرات، 5 6 نفرات اذا تأجر اوتيل الليلة واحدة، الليلة او ليلتان ايجار الاوتيل راح يعادل ايجار ما 3 4 ليالي مال الكوتيج. بما معنى الكوتيج اصرف للعائلة 4 5 نفرات، بدل ما تاخذ 3 غرف كل غرفة $100 أو $110 أو $120، تأخذ لك كوتيج احتمال $150 أو احتمال أقل، مو 150 160 أو 140، فكل الأحوال يكون أرخص. بإمكانك أن تطبخ في الكوتيج، موجود عندك مطبخ ومستلزمات المطبخ موجودة. هذا ما يخص منتجع صخ كازور. منتجع صخ كازور صيفا وشتاء، في الشتاء تتنشط السياح فيها بسبب تساقط الثلوج الكثيف وبسبب كثرة المتزلجين ومحبي ألعاب التزلج على الثلوج ومشاهدي التزلج. طبعا هم يكونون أكثر من المتزلجين في فصل الشتاء، حتى تستقل الكرسي مال التلفريك تصعد فوق احتمال تنتظر لك 30-40 دقيقة حتى تصعد فوق بالتلفريك، في حين بالصيف أو بالربيع خلال 5 دقائق 10 دقائق تيجي تاخذ التذكرة وتصعد ترتفع لفوق. القصد الزحمة في الشتاء أكثر، ولذلك الذين يرغبون بزيارة أرمينيا في فصل الشتاء يجب عليهم أن يتصلوا بنا أو بغيرنا قبل شهر أو شهرين، يتصل بنا حتى نقدر نحضر له الباكيج ونقدر نأمن له السكن المناسب، وإلا
عن جد يعني، خاصة أيام رأس السنة، خصوصا ديسمبر والجانيوري، يعني شهر 12 وشهر الواحد مزدحم كثرة. هناك أكواخ أخرى أو شاليهات أخرى في منطقة إيجيبان. منطقة إيجيبان تبعد تقريبا 145 كيلومتر عن يربان. في يربان طبعا في أرمينيا بشكل عام، كل كيلومتر نحسبها بدقيقة، يعني رادلنا تقريبا ساعتين، ساعتين وربع حتى نوصل إلى إيجيبان. هناك كوتيجات أو شاليهات عن جد أنا شايفها حلوة، لكن ما سكننا بها. سكننا الكوتيجات اللي عرضناها عليكم اللي شاهدتوها، رحنا شفناها شاهدنا وصورنا، لكن هذا المنتجع أو هذه الأكواخ اللي نسميها أو الشاليهات ما سكننا بها. إن شاء الله في يوم يعني حالتنا الحظ نزورها وأصور لكم أيضا في تقرير خاص ونعرضها عليكم. بهذا أقدر أنهي هذه الحلقة، أأمل أن وفقت بتقديمها وبتوضيحها لكم. وإن كنت لأول مرة تزور قناتنا وتشاهد تقاريرنا أو فيديوهاتنا، أرجو أن تنظر أسفل الشاشة، ستجد زر صغير مكتوب عليه سبسكرايب، اضغط السبسكرايب رجاء ها وليس امرا، اضغط السبسكرايب، اضغط الجرس حتى يوصلك الاشعار بين قرارات السياحة حمل فيديو جديد. كل فيديوهاتنا نقدمها لكم باللغة العربية لكي تتعرفوا على أرمينيا. بإمكانكم استكشاف أرمينيا من خلال قرارات للسياحة. كان معكم هاي دانيال، ألتقيكم في تقارير أخرى. إلى اللقاء.